نروح دلوقتي لليندا ونصبح عليها عشان نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والعملات وأسعار الذهب. ليندا صباح الخير عليكي. صباح الخير جوانا. صباح الخير أحمد. صباح الجو خير عليك. شكله حر يا ليندا من الصبح، بس أفضل من امبارح يا جوانا. امبارح كان في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، القاهرة امبارح سجلت 37، النهاردة بتسجل 35، فألطف شوية، ولكن زي ما انت قلتي حر. يعني حسيت ان انا نازله بدري شويه، في حر باين من بدري قوي، بس الجانب الكويس ان هو افضل من امبارح. امبارح كان شديد الحراره الصبح. يعني انا بحب عمليه البشره الخير اللي انت دايما بتقوليها لنا يعني. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، أما الشراء فسجل 18.71. اليورو البيع سجل 19.74، أما الشراء فسجل 19.65. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23 جنيه وقرش، والشراء سجل 22.91. الفرنك السويسري البيع سجل 19.48، والشراء سجل 19.39. اليوان الصيني البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه، والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 61.34، أما الشراء فسجل 60.93. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.11، والشراء سجل 5 جنيه و9 قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 861 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1004 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1147 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8032 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 28. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.